قرية إسواز فيلاج هي جمعية مغربية موجودة في المغرب هذه أكثر من 34 سنة، و تنستقبلوا الوليدات اللي ما عندهمش السند العائلي، اللي ما عندهمش الوالدين ديالهم، ولا اللي لقاو راسهم بدون عائلة. الوغ عندنا خمسة ديال القريات في خمسة ديال المناطق في المغرب. عندنا قرية أي سورير هي أول قرية انطلقت بها الجمعية، هذه 35 سنة تقريبا، والنواحي ديال مراكش. عندنا قرية إمزورن نواحي الحسيمة، عندنا قرية أكادير وجديدة ودار بوعزة. فلو كونسيبت دو إس أو إس راه معروف، اللي هو كناخذوا 8 ديال الوليدات جينيرالمون، وكنعطيوهم واحد الأم مامون إس أو إس اللي كتكون لو ريفيرون أفيكتيف ديالهم، وكدير معاهم كاع اللي داكشي اللي تيديروا الأمهات في العائلات الكلاسيكية. يعني كتفيق صباح، كتوجد لهم الفطور، كتصيفطهم للمدرسه، كتوجد الغداء، كتصيفطهم عاوتاني للمدرسه، كدير لي ديفوار، لو غوتي، الحمام، كاع داكشي اللي تيديروا الامهات في العائلات. الوغ باش نقدروا نوفروا لهاد الوليدات عائله ودفء عائلي، كنحتاجوا لبزاف د الحوايج. راك عارفه الوليدات خصهم الاحتياجات اليوميه، اللي هما لاليمونطاسيون، لا سونتي، لا سكولاريتي اولا، واحتياجات اخرين بحال كي شفتي لي زاكتيفيتي اللي باش يكونوا متوازنين وباش يقدروا يقراو وينجحوا في الحياه ديالهم. وهذا الشيء سنقدروا نديروه بفضل كرم المغاربه اللي بحالنا وبحالكم، اللي كيتبرعوا بواحد المبلغ شهري اللي كيبقاو يصيفطوه ريغولييرمون. كيف ما بغى يكون، يقدر يكون 100 درهم، يكون يقدر 200 درهم، 300 درهم، اكثر، كل واحد على حسب القدرات ديالو. اي سي غراس على جينيروزيتي بوبليك باش نقدروا نوفروا هاد الاحتياجات ونقدروا نتكفلوا بهاد الوليدات افيك اون بريز ان شارج دو كاليتي اكتيفيتي. الوغ اوجوردي اون فيت لا جورني، اليوم العالمي للعائلات، لا جورني انترناسيونال دي فامي، اي بغينا نفرحوا هاد الوليدات، يديروا دي بتيت اكتيفيتي كولتوريل سبورتيف، يلعبوا شويه. سا كوانسيد افيك رمضان، دونك غنساليو ان شاء الله واحد الفطور عائلي كبير اللي غنشاركوه مع الوليدات ومع الشباب اللي كبروا في قرى الاطفال. كبرت وسكنت في قريه اطفال اس او اس مراكش بالضبط اي سورير، دوزت لونفونس ديالي فريمون زعما زوينه غراس اس او اس فيلاج. ربحت واحد الام، لان فريمون ماشي بالضروره الام اللي كتولد، فريمون الام اللي كتربي كتحرص على بزاف الحوايج اللي عطاتها لي اس او اس، اللي كنت جامي نقدر انني نحصل على شي ام اللي كتبغيك فريمون بحال الام اللي ولداتك. ثاني حاجة أنني دابا شوي ايتيديونت، خديت الباك ديالي اون 2018، دابا عندي كنقرا تجارة في ليكونومي. غراس ا اس او اس عطاتني الدعم في لا سكولاريتي، في الدراسة، في لا سونتي، في أي حاجة، أي حاجة مع اس او اس صراحة فريمون كنلقاو واحد كود مانديانو.